قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان أمراض اللسان الروحية. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الإرشمدريد نادر صووق، كاهنة رعية السيد العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان. وقد دارت الحلقة حول عدة محاور، بينها معرفة الله لباطن الإنسان، وصيانة اللسان من الكلام الباطل، وتجنب الشائعات الهدامة، إضافة إلى أهمية الصدق بين الناس واحترام الآخر واستخدام لغة الإصغاء والحوار. فإلى هناك. الإنسان الممتلئ من الروح القدس، الإنسان العميق في إيمانه، ما بتلاقي إنسان مؤمن ويمارس إيمانه قولاً وفعلاً ممكن إنه لسانه يطلع منه أي كلام قبيح. فأنا بعتبر إنه الإنسان اللي بيطلع كل ما هو قبيح أو بيطلع الإشاعات والأخبار الكاذبة والنميمة والثرثرة والخباثة من لسانه، هذا إنسان فارغ روحياً. فالإنسان الفارغ روحياً يعني كثر صاروا حوالينا لأنه بطل في إيمان فتر. لما بتفتر إيمانك بتحس يعني أنك أنت لسانك أيضاً فتر عن كلام المحبة اللي وصى عليه سيد المسيح. فهو الموضوع لما أنت بتحس حالك عم بتثرثر وعم تحكي على غيرك وكذا، اعرف رأساً أن هذه علامة أنه في فتور روحي بحياتك. فهي بقول لك انه شو هن العلامات او الظواهر على هذا المرض. احنا بنقول مرض اللسان، لكن هو المرض الروح الداخلي اللي بيظهر من احدى علاماته الثرثره والكذب والنميمه والكلام على الغير والاشاعات وبث الاشاعات والاخبار الخاطئه والكاذبه. فهي الثرثره وهذه هيك اعرفها ان هذه علامه مرض روحي بحياتك، انك انت انسان بالداخل صار في عندك الفتور الروحي، صار انت عندك بعيد عن الله في الحقيقة. اذا تسلسلنا بالمحاور اللي حطيتيها حضرتك وانا بنشوف معرفة الله لباطن الانسان. صاح النبي داود بأعلى صوته في المزمور 139 عدد 4: ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا الله عرفتها. نعم. بنشوف خطاب الله مع أرميا لما بيقول له قبل أن تتكون في رحم أمك قد عرفتك وأنا قد قدستك قد باركتك وجهزت الرسالة والخدمة. من هنا بنعرف أنه الإنسان مدعو لمخططين في هالحياة، يا إما أنه بتبنى مخطط الله تعالى ومشيئته في حياته، يا إما أنه بتمرد على الله وبيقول أنا مخططي أنا المسؤول عنه، أنا بدي أخطط لحياتي، أنا بدي أعمل، أنا بدي أساوي. ولكن بنشوف في كثير من المحطات بنسهر الليالي وبنعمل وبنجمع وبنحط، بيجي ثاني يوم ربنا بقولنا كل مخططك هذا ولا رح يمشي منه إشي، وأنا موديك على اتجاه ثاني ولا كان يتخيل الإنسان أنه يتوجه لهذا المكان. لما بنحكي إحنا اللسان واللي بيعبر عن باللغة عن مكنونات الإنسان، ولكن للأسف في كثير مرات بيصيب الكثير منا بزلات اللسان إنه بيعبر عن أشياء ما بتكون النية والقصد من باطن قلبه قاصدها 100%. ولكن في أنواع من البشر، شخصيات الناس، في ناس بأخذوا الكلمة بمحمل الجد، بأخذوا الكلمة زي ما هي وما بيحبوا إنه ينخلط الجد مع المزح. ففي ناس كثير بيعبر بمزح ما بيكون قاصد إنه وجه، بده يخلق جو من الفكاهة، بده يخلق جو من المريح في اللي قاعد بيحكي له كلمة بتجرح الشخص اللي قدامه. زي ما قلنا الشخصيات في منها ناس طبيعيين، في ناس أكثر من طبيعيين، في ناس حساسين زيادة عن بعض المصطلحات والكلمات. فعلاقتي مع الآخر اللي بعرف المكنون والنوايا الداخلية بقلبي اللي بيعبر عنها لساني أو ما بيعبر هو الله وحده. لذلك رسالة القديس بولس إلى أفسس بنشوف وكورنثوس بنشوف في كثير من المراجع اللي بتوصي المؤمنين الجماعات الناشئة الكنائس اللي طلعت إنه انتبهوا للكلام، لأنه لن يدخل ملكوت الله الشتامين خصوصا، اللي إحنا كثير بحياتنا بمجتمعنا بشغلنا
ما بفوت على دائرة، ما بفوت على مدرسة، ما بفوت على مؤسسة. موضوع الشتم متوفر بكميات كبيرة بالشارع، بالمؤسسات، بالمستشفيات، بالأماكن اللي أنت بتتوقع إنها أماكن هي قيم وأخلاق وكذا، ولكن الشتائم أصبحت عند الناس بشكل روتيني، يعني المسبات خلينا نحكيها بالعامية. فبوصل القديسين إنها ما بتليق. أبونا، اليوم حلقتنا عن صون اللسان، أمراض اللسان وتأثيرها على حياتنا الروحية، فماذا تقول؟ هل اللسان له هذه العلاقة القوية بالحياة الروحية للإنسان؟ هل تعكس مكنونات داخله الروحية؟ هل بيساعد الحياة الروحية والإيمان الثابت أن يكون اللسان مصان؟ يعني اللسان سيف ذو حدين. نعم، يمكن أن يستخدم في الخير، يمكن أن يستخدم في الشر. نعم، ولهذا يقول السيد المسيح له المجد: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. إذا المطلوب من كل واحد منا أنه يضع كمامة روحية على لسانه، على فمه. من خطورة اللسان اعتبره السيد المسيح خطيئة نجاسة، وهذا ما أكده بقوله: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. شغلة ثانية أنه خطايا اللسان مصدرها القلب، فمن فيض القلب يتكلم اللسان كما يقول الرب يسوع: إذا كان قلب الإنسان صالحا يكون كلامه صالحا، وإذا كان رديئا يكون كلامه رديئا. وهنا السيد المسيح له المجد أعطى تشبيها جميلا من نوع الثمرة تعرف الشجرة. نعم، أي الشجرة الطيبة تثمر ثمرا طيبا، وأما الشجرة الرديئة فتثمر ثمرا رديئا. إذا من فيض القلب يتكلم اللسان. نعم. اسمحوا لي أبونا جورج والدكتورة باسمة في موضوع اللسان والكلام أني أركز على 4 نقاط مختصرة. نعم. 1، الصدق. 2، احترام كرامة الآخر. 3، احترام صيت الآخر. 4، لغة الحوار.